هو انا بقول لك مره صارت لي موقف انا ما انسى حقيقه في مقابله شخصيه، وهذه الان يعتبر الشخص المتصل معنا كانه في مقابله شخصيه، انه عندك ناس قاعده تسمعك تبي تشوف منطق، تبي تشوف انت كيف تتكلم. في طبعا لو كانت مقابله شخصيه فعليه حيشوفون تصرفاتك، حيشوفون كذلك تحركاتك، حركه الجسم عندك هو كيف تتصرف، كيف تناظرهم، هل تناظر بالعين، هل يعني من هالنوعيه. فانا اتذكر مره من اول مقابله شخصيه في حياتي، يعني هذا الشيء ما ينسي. لا ما رفضوني انا اصلا قبلت من اول يوم جيت قابلتهم رفض. لكن المشكله وش فيه؟ انه قال للاخ الله يذكره بالخير والله ناسي، بس انه قال هي طبعا الكلام هذا يعني يفوق 20 سنة، قال لي عرفنا عرف نفسك بالاخوان. قلت انا حقيقه اكبر مني 3 واصغر مني 3. انا فهمت ايش عرفني نفسك باخوانك، هو يقصد لا ان موجودين الاخوان عرف نفسك لهم. فانا قعدت اشرح له اني انا عندي اكبر مني 3، في اخوي عبد الله وفي اخوي عبد الرحمن الله يرحمه وفي اخو. قال لا يا ابو الشباب اهدأ عرف نفسك لنا. فالحمد لله قبلت. في طريقه بعد ابو فهد في من ناحيه الكلام والتحدث، نعم، انك لا تنتظر وتتمنى متى تخلص، يعني لا تحط لك حد، خلي اللياقه عندك عاليه. كل لازم من دحليره. لا تقول متى بخلص، يا رب متى انتهي، متى يقول وقف، يا رب متى يقول خلاص استفدنا منك. لا حط عندك انا ما بيوقف، انا ابغى اتكلم واتحدث واقنع الناس بالكلام اللي انا قاعد اقول. جميل. انا اذكر من المقابلات الشخصيه طبعا في هالبرنامج في احراج كبير على الجمهور.